إذا نكمل وإياكم المثال، مثال نفس يعني يشبه بالضبط الأمثلة اللي انطيناها، بس هنا كانت اكس يساوي هناك اكس يساوي بدالة تي، هنا عفوا تي بدالة اكس، هنا تي بدالة ثيتا. يقول إذا كانت الإزاحة الزاوية لجسم دائر تمثل بالمعادلة ثيتا يساوي 3 تي تربيع ناقص 2 تي، حيث ثيتا مقدرة بالراديان وهاي تي بالثواني، جد متوسط السرعة الزاوية بين الفترتين T2 و T3 ثانية على التوالي، ما بين يعني ما بين هالوقتين، هذول نريد المتوسط. خاف تجيكم نفس الشيء أسئلة على ذاك الخطية، هذا المثال ما كان موجود هناك، يعني أحيانا ينطيك تي زمنيا ويريد المتوسط، فتطلع أنت السرعة هنا والسرعة هنا وتقسم على 2. وجود السرعة الزاوية في نهاية الثانية الرابعة، هاي اللي نفس الشيء حكينا بها، نهاية الثانية الرابعة يعني تي يساوي 4. إذا قال بداية الثانية الرابعة يعني تي 3. جد التعديل الزاوي للجسم وهل هو ثابت بالمقدار أم متغير؟ زين، نجي هسه للفرع الأول، التشست الأول مالته، الثيتا بالأربع ثواني هي، نعوض بالمعادلة. هو شنو نريد؟ خلينا ننتبه لها. أي ناطينا إذا كانت الإزاحة الزاوية للجسم متمثل بهاي، يريد جد السرعة الزاوية بين الفترتين T2 و T3، زين، جد السرعة الزاوية بين الفترتين، هاي الإزاحة، هاي جد السرعة الزاوية في نهاية هاي الثانية، نعم. هنا بهالحالة ما راح نشتق حتى نطلع، احنا راح نطبق التي، لان يعني عندنا ناطينا زمن، هو ناطينا زمن، فالتي مالتنا نعوضها بيها ونطلع شقد قطع مسافة هذه بالسرعة بالزمن 4، وشقد قطع مسافة بالزمن 2، فراح عندنا هنا 40 و8، مثل ما قلت لكم 40 نطرحها من 8 وعلى 4 ناقص 2، انه عندنا اللي اسمه هو التغير الزمني لهم، ف40 ناقص 8 على 4 ناقص 2 يساوي 32 على 2 يساوي 16 راديان بالثانية. زين، بالثانية نريد السرعة في نهاية الثانية الرابعة، فراح نجي نشتقها مثل ما اشتقينا بيجي الأمثلة السابقة، راح أيضا نشتقهن، فالدي تي الدي للدي تي 3 تي سكوير ناقص 2 تي يساوي 6 تي ناقص 2. زين، هنا بهالحالة نعوض دبليو يساوي 6 في 4 من نهاية الثانية الرابعة، ناتج 4 ناقص 2 راح يطلع لنا 22 راديان بالثانية. نريد التعجيل هل هو ثابت أم متغير؟ نشتق المعادلة 6 تي يطلع لنا سي 6 6، هل هو بدلالة تي؟ هذا يعني التعجيل مقدار ثابت لأنه ماكو عندنا متغير بجانبه. هنا اكو مثال أرجو تركزوا وياي زين، الجدول هنا يعطيك هيك سؤال عن هاي السرعه مال محرك سياره، خلينا نقول محرك سياره، وقاعد واحد قاعد يسوق، وهذا زمن متغير تي، وهنا السرعه زاويه تي 0 تي 3 ثواني تي 6 تي 9 تي 12 تي 15، من 0 الى 15 ثانيه، وناطينا هل قد راوند بير مينيت، راوند بير مينيت ناطينها بالراوند بير مينيت حتى بعدين نحولها، احنا لازم انها اخذناها القوانين مالتها. فمن الصفر الى ثلاثة ثابت الف الف، وبعدين صار 1500 2000 2200 2200 وهكذا، يعني حسب المثال اللي يعطونه حسب السؤال. يريد يحسب متوسط التعجيل الزاوي مقدرا بالراديان على الثانية تربيع لكل 3 ثواني، كل 3 ثواني يعني من صفر لثلاثة، من ثلاثة للستة، من ستة للتسعة، من تسعة لاثناعش، من اثناعش لخمسطعش. ويريد هل ان التعجيل الزاوي ثابت المقدار ام لا؟ احيانا يقول احسب متوسط التعجيل الزاوي مقدرا لكل 6 ثواني، لكل 6 ثواني يعني من 0 ل 6 ومن 6 ل 12، وهاي هي يعني لكل 6 ثواني او كل 9 ثواني، معناتها من 0 الى 9 وانتهت، لان بعد ما عندنا ال 18 الا اذا كان ناطينا هنا 18 ثانيه، فمن 0 ل 9 ومن 9 ل 18. ركزوا بيها زين هاي اذا جتكم بالامتحان، يعني يجوز ما ينطيك اياها كل 3 ثواني، يقول كل 6 ثواني،
يعني هاي تطفرها انت ما تحسبها، تحسب هذه ام الصفر وام الستة وام الاثناش، واذا اكو ام الثمنتاش. الحل هسه نحول الراوند بير مينت الى الراديان بالثانية، فشو نسوي؟ كل رقم من هاي الارقام الالف نضربها في 2 باي ونقسمها على 60. فالالف نضربها في 2 باي ونقسمها على 60 طلع لنا 104.72 راديان بالثانية. هذا قانون لازم تحفظونه طبعا باباتي. الراوند بير مينت حتى نحول للراديان لازم تضربه في 2 باي وتقسمه على 60. وهكذا بالنسبه للثاني اللي هو 1500 نضربه في 2 في 3.14 على 60 طلع لنا هالقد، وال 2000 كذلك طلع لنا هالقد، وال 2200 طلع لنا هالقد. طبعا ما حاجه نكرر لانه عندنا الالف احنا مرتين، عندنا ال 2200 مرتين، فنطلع واحد هو الحسبه مالتهم اثنين. اريد متوسط التعجيل لكل سرعه زاويه من هذه لكل 3 ثواني. فلكل 3 ثواني راح نحسب ما بين التي 0 والتي 3. هذه عندنا سرعه التي 3 وهي سرعه التي 0 كانت ثابته ما تغيرت نفس الرقم، فصفر على كميه صفر. النوبه ما بين تي 3 وتي 2 راح يطلع لنا هذه 157 ناقص 104 على 3 اللي هي 6 ناقص 3 يطلع لنا هالقد، والنوب تي 4 والتي 3 اللي هو 209 ناقص 157 على 3 يطلع لنا هالقد. بعدين الوراء التي 5 والتي 4 230.38 ناقص 209.44 على 3 ايضا نفس الشيء. اخيرا سرعه التي 15 ثانيه والتي 12 هاي الايه 3 لانه هنا هو طلع 15 ناقص 12، هنا 12 ناقص 9، هنا 9 ناقص 6، هنا 6 ناقص 3، وهنا 3 ناقص 0، فطلعت هذه القيم مالتنا هذا التعجيل. هسه شو تلاحظون؟ التعجيل ثابت ام متغير؟ ها؟ يتضح من قيم التعجيل المستحصل ان التعجيل الزاوي للمحرك الكهربائي متغير. هذه اهم ما يجيكم بالحركه الدائريه، اذا اجاكم شيء بالحركه الدائريه هذا اهم ما يجي بها. يعني اما يجيكم سؤال مثل هذه نعطيكم سرعة زاوية لمحرك سيارة محرك كهربائي، ونريد هاي السوالف طلع لنا متوسط التعجيل، شوف متوسط السرعة، متوسط السرعة طبعا نفسها هاي الأرقام نفسها الفوق هي بس نطرح واحد من الثاني ونطلعها، هاي إذا متوسط السرعة، هذا متوسط التعجيل. زين بس الأهم شيء تحول لي إياها تضربها في 2 باي وتقسمها على 60 حتى تحول من الراوند بير مينت إلى الراديان بالثانية. زين نجي الى موضوع جديد هو الشغل. الشغل في كل عمل نقوم به نتكرر كلمة شغل اثناء بذل جهد عضلي او جهد عقلي لانجاز ذلك العمل، لكن المعنى الفيزيائي للشغل يختلف عن المعنى اللي هو احنا دارج عندنا بالعامية. يعني عندنا هسه انتم ماخذينها اللي الشخص اللي الشغل بالفيزياء، الشغل بالفيزياء work يساوي لي قوة تؤثر، قوة تؤثر على جسم فتحركه ازاحه معينه. يعني عندي دبليو واكو اف واكو اكس واكو اذا كانت زاويه بيناتها، اذا كانت القوه اللي تاثر بزاويه، اذا ما كانت تاثر فهي الورك يساوي لي اف في اكس، وورك يساوي لي الشغل يساوي لي القوه بالازاحه. فمعناتها الشروط مالتها شروط، لازم اكون عندي جسم تاثر عليه قوه وتزيحه ازاحه معينه. يعني هذا الشغل اللي مالت واحد نخليه ساعة يدفع بالحائط منا الساعة، هل انه انجز شغل من الناحية الفيزيائية؟ لا، لم ينجز شغل. اذكر بمعادلة نقول دي دبليو يساوي اف كوساين ثيتا دي اكس، الاكس زيرو اذا هذا صفر اذا ماكو شغل. زين نجي نقول يابا هذا طالب اجى درس الفيزياء العامة واخذ 30 من 30 بالامتحان، ظل 3 ايام يقرا وجاوب على كل الاسئلة واسرع واحد جاوبهن، نجي يابا من الناحيه الفيزيائيه من الناحيه العلم طبعا من ناحيه الدارجه عندنا نقول لك هذا انجز شغل وتعب ودرس وفكر وجاب درجه، بس من الناحيه الفيزيائيه نجيبها اكو قوه هنا؟ لا صفر. اكو ازاحه زاح للشيء؟ لا ماكو، اذا صفر. زين نجي الى مثال، اذا نمطي واحد من عندكم هسه نخليه يشيل لنا ثقل وايده هيك شيء مسبله نحو يعني بموازاه جسمه ويمشي من الكلية إلى بيتهم، من الكلية إلى بيتهم شايل ثقل 10 كيلوغرام، من الناحية هسه الدارجة نقول شايل هذا العلاقة وزنها 10 كيلوغرام من الكلية وداها للبيت،
بس من ناحية الفيزياء صفر. ليش؟ لأنه الزاوية ما بين الاتجاه الحركة نحو اليمين والقوة اللي هي نحو الأسفل 90، يعني عفوا نحو الأعلى، شد للأعلى، الإيد شايلتها 90، كوساين 90 زيرو، فصفر في أي كمية يصفر. هاي خاف تجيكم بالامتحان على شكل أسباب أو تعليل أو شو شنو. فهاي الثلاثة مالت الحائط ومالت الدراسة والنجاح الباهر ومالت حمل ثقل بصورة موازية للجسم والسير به لمسافة محددة، أيضا ما يعتبر شغل. وهذه هي القوانين اللي تثبت صحة هذه التعليل مالت انه ليش ما نعتبرها من الناحية الفيزيائية. وعلى هذا فالقوة المؤثرة على الجسم تنجز شغلها إذا أزيح الجسم باتجاه تلك القوة. إذا لازم عندنا إزاحة، لازم عندنا قوة. زين، الوحدة مالتها وحدتها، طبعا تعريف الشغل هي القابلية على إنجاز شغل. الوحدة مالتها هي الجول اللي يساوي لنا نيوتن بالمتر، نيوتن مضروب في متر، نيوتن مضروب في متر. هاي الوحدة مالتها. نجي هسه إلى مثالين مهمات أريدكم تنتبهوا لي عن بعضها، مثالين مهمات. المثال الأول جسم وزنه 380 نيوتن موضوع على سطح أفقي معامل احتكاكه هالقد، احتكاك واحد ماكو لا شروعي لا انزلاقي، يعني هو واحد. سحبه بقوة مع الأفق، مع الأفق تعمل زاوية 37، خلاها بزاوية 37، فإزاحته 20 متر على سطح أفقي بسرعة ثانية واحدة، يعني بثانية واحدة تحرك 20 متر وبهاي الزاوية. يريد ما مقدار القوة الساحبة هذه، ويريد ما الشغل المنجز من قبل تلك القوة. راح اول شيء نحلل القوه الى اف كوساين 37 واف ساين 37. زين، وبما ان الجسم يسير بسرعه ثابته فهو في حاله توازن، اي ان مجموع القوى المؤثره عليه الى الاعلى تساوي مجموعها الى الاسفل، كذلك مجموع القوى اللي على اليمين يساوي مجموعها على اليسار. هاي اللي طبقناه. فسميشن قوه اف واي راح تساوي لنا شنو هي؟ الاف واي هذه شنو عندنا فوق؟ اف ساين 37 زائد الاف ان ناقص او يساوي قوه جذب الارض للجسم اللي هي 380، اعطيناها هو وزنه 380. من عندها نعوض عن الساين 37 بهاي الكميه زائد اف ان يساوي لنا هالقد، نطلع اف ان ويساوي لنا هذه هسه طلعنا معادله رقم واحد. زين، عندنا معامل، عفوا قوه الاحتكاك يساوي لنا معامل الاحتكاك في اف ان. نحط معامل الاحتكاك 0.25 والاف ان احنا طلعناها بهاي المعادله نعوضها بها فصارت هذه. هسه صارت عندي معادله صفيناها. نجي هسه محصله قوى باتجاه اكس. عندي باتجاه اكس منا اف كوساين 37 ومنا الاف ار. اف كوساين 37 نعوض عن كوساين 37 طلعنا 4 على 5 مضروب ب اف، والاف ار هذا طلعناه احنا بمعادله نعوضه هنا. هسه عندنا المعادله بمجهول واحد اللي هو الاف، فمن عندنا نطلع الاف يساوي لنا 100 نيوتن. من طلعت الاف 100 في كوساين ال 37 في الاكس 20 متر يطلع لنا 1600 جول، هو الشغل المنجز من قبل تلك القوه حتى تسحب لنا هذا الجسم مسافه 20 متر بثانيه واحده. زين، المثال الثاني ايضا المهم، اثرت قوه متغيره، ركزوا وياي، متغيره. هاي مثل السؤال اللي جبناه سابقا ابو العشرة تي، اف يساوي 10 تي، اف يساوي 12 تي، حيث اف مقدره بالنيوتن وتي بالثواني على جسم كتلته 2 كيلوغرام، فحركته من السكون على سطح افقي املس، ما الشغل المنجز من قبل القوه بعد 3 ثواني من حركه الجسم؟ هنا ما نعطينا شغلات، يعني هذا هنا لازم احنا نشتق شغلات حتى نحل السؤال. عندي بالقانون اف يساوي لي ام اي، هذا قانون نيوتن الثاني. الاف نعطينا اياها 12 تي يساوي لي 2 اي، فتختصر ال 12 ويل 2 يصير الاي يساوي لي 6 تي. التي هي شنو؟ التي عفوا الاي، الاي هو الدي في للدي تي، الاي هو الدي في للدي تي ويساوي لنا 6 تي. اضربهم طرفين وسطين راح يصير الدي في على جهه و6 تي دي تي على جهه. اكامل من 0 الى في لانه متغيره هي، ومن 0 الى 6 الى 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 تي، هاي 6 ثابت طلع برا. فراح ال في يساوي لي 6، طبعا هاي التي حتى نكاملها تصير تي تربيع على 2، فتصير 6 تي تربيع على 2، هاي ال في يساوي لي 6 تي تربيع على 2. زين، هي ال في نفسها عبارة عن دي اكس على دي تي، دي اكس على دي تي، وتساوي لنا 3 تي تربيع.
اضرب طرفين وسطين، اذا دي اكس 3 تي تربيع دي تي. زين زين الدبليو عندي قانون يساوي لي الدبليو القوه بالازاحه. اجي هنا الدبليو التكامل مالتها القوه ناطيني اياها 12 تي، والدي اكس طلعناها 3 تي تربيع دي تي، اعوضهن اضرب 3 ب 12 36، والتي بالتي تربيع تي تكعيب دي تي. شو يريد هو؟ مشط المنجز من قبل القوه بعد 3 ثواني، بعد 3 ثواني يعني من 0 الى 3. اذا جاك بالسؤال ما الشغل المنجز من قبل هاي القوه بعد 5 ثواني؟ من 0 الى 5. ما الشغل المنجز من قبل هذه القوه من الثانيه 3 الى الثانيه 6؟ نجي نكتب من 3 الى 6. المهم نكامل هاي ال 36 تي تكعيب، ايش راح يصير تي تكعيب؟ يصير تي اس 4 على 4، تي اس 4 على 4، ال 4 تروح ويا 36 يبقى 9، فيصير 9 تي تي اس 4، 9 تي اس 4. من 0 ل 3 راح نعوض بالمعادله 9 تي اس 4 مره بال 3 ومره بال 0، ف 9 في 3 اس 4 ناقص 0 يطلع لنا الدبليو يساوي لي 729 جوز. اذا هذه هي الشغل المنجز من قبل هذه القوه حتى تحرك لنا هذا الجسم اللي كتلته 2 كيلوغرام من السكون من الثانيه 0، من يعني من الانطلاق من الصفر من السكون الى من السكون اللي هو تي 0 الى تي يساوي 3. وشكرا لمتابعتكم.